ضيفنا لليوم بجست اوف ذا داي، هالقد بتحبوه، هالقد عنده خبره واسعه بالكوميديا، مبتكر لشخصيات بشكل كتير قوي، بسببه البسمه ما بتفارق وجهكم كل الوقت، يعني وقت تروحوا على المسرح مش شيء مبتذل انتم عم تحضروه، لما تحضروه على التلفزيون بتحسوا عن جد انه اوف بعد بدنا نشبع اكثر من بيير شماسيان. اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. مساء الخير استاذ، مساء النور، مساء شو هالجمال يا عمي؟ فريال فيال. لو عارف هيك كنت جيتنا الظهر. عبكير. ميري كريسمس ينعاد عليك. ثانك يو ثانك يو. يا ريت بعرف قولها بالارمني يعني صراحه. يا ريت. شنورافور سورب زنون. شو نورها جالانج؟ ايه. اوكي. وين مقضي اليوم؟ ايه. وين مقضي الليله؟ والله بالبيت. بالبيت احسن. بس العيلة؟ مع العيلة ايه. هلا انا بزعبر، مش انه بزعبر، انا عندي الافضليه، انا بعيد مرتين عيد الميلاد. يعني اليوم عيد ميلاد عند الطوائف الارثوذكس، انا مرتي ارثوذكس، انا كاثوليك، يعني بعيد ب 25 ديسمبر وبعيد اليوم مرتين، مش محظوظ انا. بس حلو، مش غلط، ناطر العشاء الليلي جمعه العيله. صراحه انا بالبيت انا بعمل الاكل. مزبوط، انت شاطر. كلهم ناطريني بالبيت، يعني يلا شو بدنا ناكل. اي شو بدنا ناكل؟ نحن معزومين. نحن معزومين. عيب على اللي بغير. خلص انا رايح. لحظه، في حبشه؟ ايه في حبشه. اكيد في حبشه. وشو بتعمل كمان؟ شو حدا ما خصك. لكن خلينا ننهي حلقتنا لليوم وروح حضر حالنا للعشاء. عليكم يلا أوربوار. طيب ليش ما رجعنا شفناك على التلفزيون ببرنامج؟ يعني ما بدي بلش بشي بشع، بدنا ننطر انه شيء جديد على هيدي السنة. حلو نشوف بيير على الهواء ببرنامج، اذا فينا نقول اذا مش يومي اسبوعي، خبرني اكثر. يعني حطيت اصبعك على الجرح انت. انا صار لي فترة بقول لهم انه انا عم بيجيني عروض من التلفزيونات، بس انا بقول لهم انا هوايتي المطبخ، بس انا ما بعيش من المطبخ، انا بعيش من التمثيل، والعروض اللي عم بيعرضوهم علي يعني عيب واحد يستحي. بقول لهم بستأذن يعني معلش شوفوا غيري، او هالايميل اللي بيعرضوه علي بقول لهم انا جيبوا فيهم سندويشات للاكيب، للمصورين، تبع الميك اب. يعني طب الحاله الاقتصاديه للتلفزيونات، يعني انت بتعرف بيير يمكن شوي ضيقه الحاله او كثير كمان يا اخي. ما عم بحكي انا عن انه ضيف حلقه مثل اليوم مثلا على راسي وعيني، وانا مبسوط انه جيت، بس اوقات بيعرضوا عليك مسلسل وتشارك ببرنامج دويم مثلا كل اسبوع، وبيعرضوا عليك يعني بستحق اولى، بتحس حالك انه كانك مش مبتدئ، كانك ما حدا بيعرفك. والعلامه مش بس المسلسلات، شوف الدعايات خي، هالدعايات التعتير اللي عم بيرمروا على التلفزيونات، في شيء ممثل معروف بالدعايات؟ للاسف قليل كثير. يعني اذا صح. لان اذا الشركه لنقول بنك خي عاملين بيدجي بالسنه بدهم يعملوا 300,000 دولار للدعايه، شركة الإعلانات بيخلصوا الدعاية ب 3,000 دولار للأسف. يعني كان قبل يكبوا يعني أكثر مصاري على يعني العالم. والدعاية ليه ما بتعطي نتيجة؟ لأن ما في حدا معروف بقلب الدعاية. يعني شوف برا مثلا من جورج كلوني لشاكيرا كلهم بيعملوا دعايات. اليوم بيير لما يحضر حاله بيتضحك؟ أنا ولا بينتقد حاله؟ بنتقد حالي أنا. بنتقد حالي. شو يعني افترض حالك هلا عم تحضر حالك، شو بتقول؟ قد إيه صعب اليوم الواحد يضحك الناس؟ فعلا. ليك مش بس عم اضحك الناس الشرفاء مثل افضالكم، مهنه كثير كثير جديه، يعني بدك تضحكي الناس باسلوب مهذب ويكون فيها رساله. صحيح. بس مع الاسف مثل ما 100%. طب افترضنا عم تحضر حالك، شو بتعلق كثير على بالك؟ باللي يسترك شو بشع. ولا هيك عاده الناس بتتغزل بحالها. ليه انا قليل لاحضر حالي، قليل لاحضر حالي، خاصه مره بتذكر عم نحضر مسرحيه فيديو يعني انا ومرتي لإلي، في محل انا قلت شغله ضحكوا الناس، طلعت بمرتي قلت لها شو قال؟ شو قال؟ قالت لي مين شو قال؟ بس انت بكيت لما ايه؟ حضرت زفافيان. ايه؟ لما زفافيان الفيلم اكيد اللي انعرض. شو عرفك بكيت؟ خبروني. عم بتكذب علينا؟ كثير دقيقة. لا ما عم بك، مش عشان هيك قلت لك شو عرفك. نعم اكيد معلومة. ايه لا تأثرت كثير. تأثرت كثير، ايه؟ يعني قدرت تقنع نفسك لهالدرجة؟ ايه انا تفاجأت من نفسي صراحة، يعني
الكاتب صديقنا وشكري أنيس فخوري لما أول شيء طرح علي هالدور قال لي هيدا فيلم زفافيان مكتوب لبيير شاماسيان، إذا أنت قلت لي لا يعني ما في فيلم. قلت له شكري بتعرفني، أنا والأستاذ شكري أصحاب من زمان وكتير أصحاب، قلت له بتعرفني أنا أسلوبي الكوميك. قال لي هيدا الدور أنت بتلعبه على ذوقك، أنت حط له بهارات وكذا وبتشوف النتيجة، وشفنا النتيجة الحمد لله. قال لي شفت تفضلت وعلى الافتتاح أول مرة عرضوا الفيلم بالسينما احدى الصالات كان الاستاذ شكري قاعد وراي دغري بعد صفين بعد ما ضو كذا وقف عمل لي هيك قال لي ميرسي بيير ميرسي على قدرت توصل الرساله اللي هو بده يوصلها ايه مزبوط ايه بس طب بيير انت بتطبخ وطباخ ماهر مثل ما بيقولوا حتى بتتنافس على الطبخ انت وجارتك مين جارتك مين جارتي فنزويليه من فنزويلا آه كلود إيه كلود هاي نفسه على الطبخ هاي كلود كيفك ويني كلود ويني كلود لا عادة هي بتطلع تسألني أنا بالخامس هي بالأرض بتطلع بتقلي بدي أعمل شغلة شو بحطها طب اليوم ما بتفكر يكون عندك مطعم مثل أرز صراحة مش مثل أرز قبل أرز بكتير 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 كل واحد بيجي أول مرة بيأكل عندي بالبيت من زمان وجاية من أكثر من 20 سنة بيقولوا لي ليه ما بتفتح مطعم طب ليه؟ أنا حلمي كان أفتح مطعم هيك زغطور أبو 60-70 شخص وأعمل هيك مسرح صغير وكل جمعة وسبت أعملهم ستاند أب كوميدي حلو يلا ناولونا ناولونا تنفتح المطعم هذا الإنتاج يعني ناقص الإنتاج أكيد شو بدي ناقص الإنتاج ناقص حدا ممول بدي ممول طب أم جورجيت اشتهرت بشكل كتير كبير يعني من زمان وجاي ليش اليوم ما صارت أونلاين ليه ما فكرت بالأونلاين ونسبة أنه ممكن إذا نزلت ببعض المطارح ممكن أنه تجي إعلانات يكون في عندك مكسب مادي أكتر وأكتر ليه ما فكرت فيها صراحة أنا والتكنولوجيا تعتير سلم على حدا مرتين سلمت لناس ما كانوا قدام ودفعت لا مش دفعت مصاري وقالوا لي بدك تعطينا مواد وكذا انا قلت لهم خلص خي الغي لي العقد هلا وقت بس عوز شغله بنتي بتنزلهم بس مثل ما انا هلا مؤخرا عرفت على السيلولير انه على الاخضر بتحكي على الاحمر بتطفي نووي يا عشان لا يا طيب ما انك انت واتساب وانستا واتساب اوكي هلا بس مع التحصيب وكذا لان في من كم سنه كان بعدني عم بستعمل هاي وهول القدم طبعا اللمبه ايه طبعا مرتي وبنتي قالوا لي اه خلص عيب ولا تو ماتش جابوا لي وحده كبيتها طيب بعدين اقتنعت ما بدنا نحكي عن شيء محزن ولكن ما فينا نقطع عن هالموضوع صرت خيك تقريبا من سنه تقريبا الله يرحمه أدار الماضي أدار الماضي خي واختي خيك واختك الله يرحمهم الله يرحمهم بالظرف 10 ايام افس اسم الله طب كان عندي مسرح وطلعت على المسرح 2019 كانت كتير بشعة نعم كان عندك مسرح وطلعت على المسرح يعني جنازة دفن مسرح مرتين بظرف 10 ايام وقدرت تنسى انت على المسرح ليك انا طول بقول لهم بس كون على المسرح على الخشبة انا بنسى انا مش بيير شمسي انا بيير الممثل حتى انا ما بمثل انا هيك لا دارس تمثيل ولا دارس اخراج اوقات بيسالوني وين دارس بقول لهم انا دارس برا على طول كنت برات الصف بالمدرسه يشحطوني لبرا يعني عشان هيك بقول لهم دارس برا انا على المسرح انا بيير شماسيان اللي شغلتي اضحاك الناس برات المسرح بيير شماسيان طيب شو بتقعد اليوم اخواتك واليوم اذا عم بيسمعوك من فوق اكيد ما بعرف اذا عم بيسمعوني يو نيفر نو بس شو بتقعدون هلا في كتير ناس فوق يعني بيخصوني في بيي وامي واختي وخيي وخيي يعني ثلاث ارباع العائله صاروا فوق هلا فوق ولا تحت ما بعرف المهم المبدا نفسه بس لا كلهم يعني الله يرحمهم كانوا قلبهم كان قلبهم طيب كتير خاصه خيي اللي توفى سنه الماضي يعني انا شهرتي الفضل لإله كنت أنا وصغير ياخدني معه على السينما يقرأ الترجمة بالعربي ويفسر لي الفيلم يعني ما حدا بيعملها يعني
بس كرمالي يقويك ويقول لك انه لازم تتعلم. كرمالي حببني التمثيل. حلو. ان شاء الله تكون ختمت احزانك. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نشوف الفرج. يا رب. خلينا ننتقل انا وفريال للفقرات. لفقرات 10 على 10. 10. فقرة 10 على 10 تنشوف اليوم بيير شاماسيان شو رح يختار بين اللي حنشوفهم قدامنا. بدايتنا اول شيء الهاشتاج. بدك تصدر هاشتاج بتعبر عنك اليوم. ما بيجوز، خلصت مسيرتي، سلام مع تركيا، الاستقرار بارمينيا. شو اكثر شيء بيعبر عنك اليوم؟ اي هاشتاج اذا اضطريت تختار. ما بيجوز عن شو يعني؟ انت بتختار. ما بيجوز. شو اللي ما بيجوز؟ الوضع بلبنان. ما هيك؟ برأيك رح يتغير الوضع بلبنان؟ أنت شو شايف؟ يعني صراحة ليك أنا بعتقد بهيك، أنا ماني سياسي ولا منتمي لحزب ولا منتمي لأي تيار ولا شيء، بس أنا برأيي إنه الاستقلال لأربع 4 ملايين لبناني، بس عنا بلبنان الشباب اللي مستلمين البلد فهمانينا غلط. هن مفكرين انه الاستقلال 400 شخص بس، والشعب مثل العبيد بيشتغلوا بيدفعوا ضرائب لهن يكيفوا. انا هيك شايف انا يعني. رح يتغير شيء؟ رح يتغير شيء ولا بدها تبقى ال 400 الافضليه لهم؟ والله هيك الهيئه، هيك الهيئه. مشان هيك عم بقول ما بجوز. طيب ما بتفكر ولا مره سلام مع تركيا؟ سلام مع تركيا الا اذا اعترفوا بالاباده الارمنيه ورجعوا لنا حقوقنا. وبتقول انه كمان في 75 مليون من تركيا بدك اياهم. اي 75؟ بدك مليار و75 مليون. نعم مزبوط. ممكن يرجع لك شيء منهم؟ لا، في من كم سنه في محامي امريكاني تدخل بالخط، لان ابني كان باعت ايميلات وما بعرف شو، بعت لي ايميل شي 12 صفحه انه حسب تقديراتهم هن المكتب بالمحاماه انه الاراضي تبعولنا تبعول بي وجدي واللي هن قدروهم بمليار و75 مليون دولار. بعت له انا قلت له خذ المليار معطيني ال 75 وابلين ومبروك عليك 100%. ما بتفكر تروح تستقر بارمينيا؟ بلدك هون، وطنك هون. ليك تقول لك شغله، انا خلقان بلبنان، عايش بلبنان، شفت خيرات لبنان، أمنت مستقبل أولادي بلبنان. أنا على طول بقول لهم بالنسبة لي لبنان إدمان، يعني ما في عيش برات لبنان، مش بس لإلي، لعائلتي كمان. برات لبنان بتحس حالك كيف بتحط السمكة برات المي هيك. أنا كل ما أروح أعمل جولات بأمريكا وكندا أصحابي على طول بيقولوا أمتين بدك تستقر ونهائيا تيجي لهون؟ فالسنة الماضية على المسرح قلت لهم قد ما عم بيقولوا لي إنه خلص بقى لبنان، خليك بأمريكا أو خليك بكندا، قلت لهم اقتنعت، راجع على لبنان، بيع كل شيء وابقى بلبنان. أوه ماي جاد، واو، يسلم تمك. نكست. اليوم إذا بدك تختار إنه ممكن تكون شي نهار وزير شيف مطبخ، يعني تصير عندك عن جد مطبخ لإلك ومطعم لإلك، أو صاحبة جيم يمكن. شو خارج الجيم انا؟ يو نيفر نو، يمكن تغير. هلا بالنسبه للكرسي شوف ما في عليه. لا ممكن تكون وزير بالزمانات. لاقول لك بالزمانات طرحوا علي اعمل نايب مرتين ببلاش، مش انه كب مصاري مليونين دولار تعملها. اول مره لما صار في تعيين نواب، ما صار في انتخابات، بعت ورا مني وزير الداخليه قال لي مطروح اسمك كنايب عن الارمن الكاثوليك. قلت له معالي الوزير بفضل انا اول شيء مش شغلتي اعمل نايب، ثاني شيء بفضل الناس يحبوني من انه يسبوني. قال لي انه عم بسبوني هلا. قلت له انا اول واحد عم بسبك. ثاني مره ايام المرحوم قلت له اياها بوجهه؟ ايه قلت له اياها بوجهه؟ ايه اخذ وجع الكل. اوكي. ايه وثاني مره ايام الله يرحمه الرئيس الحريري فتره الانتخابات، قال له اللي عم بيهتم بالحمله الانتخابات قال له خذ هويته لبيير ونزله بالليستا. قلت له ليست تشو؟ قال لي بدنا نعملك نايب. قلت له مش شغلتي. قال لي عم اقدم لك النيابه على طبق الماس. قلت له دولة الرئيس شوف غيري مش شغلتي. نكست. اليوم بدك تهدي هديه العيد اليوم، شو بتهدي لكل مين؟ مع حفظ الالقاب اكيد، وئام وهاب، سعد الحريري، جبران باسيل، كل حدا بدك تعطي هديه على عيد الميلاد. كادو؟ ايه كادو. ثلاثتهم كل واحد فخار،
جاب فخار يكسروا بعضهم. اف ليه هيك؟ شو خصك عم تاخذي رأيي يعني؟ يمكن وئام وهاب مش بهالموقف يدير البلد، بس الخواجة سعد الحريري بعرفه منها وهو صغير، معالي الوزير كمان هن شو اسمه يعني الديركسيون بايدهم، بقى عملوا معروف بليز خلصونا بقى. اوكي باي، ان شاء الله يا رب بيطلع بايدهم يقدروا يعملوا شيء. نيكست. اليوم اذا بدك تقضي 24 ساعة مين تختار تقضي معه؟ اذا ثلاثتهم هن ردي انه يقضوا معك هال 24 ساعة، شو ما بدك انترتينمنت تقضيها معهم؟ بين بيير الظاهر، ميشيل المر، تحسين خياط، اكيد ما حفظ الالقاب. هلا سوري، تحسين خياط ما بعرفه شخصيا، بس ميشيل بعرفه وبيير الظاهر بعرفه، يعني بقسمها 12 ساعة مع بيير 12 ساعة. واذا اضطريت تختار؟ ايه ميشيل. ميشيل مر. نكست. فضلت الام تي في يعني؟ عم نحكي شخص. طيب تشويسز. بدنا نطلب من زلمه عم تقول لي فضلت الام تي في وانا بالاو تي في، كيف؟ ما بعرف، عم شوف بين الصور. بدك تسحب ورقه عمل معروف ونشوف شو حيطلع لك منه. في كادو؟ في كادو. يا بالعربي ما في بالارمني. لا ما بيأثر. مترجم. بتقول الورقه، جاري بحب يقدح كل نهار ويزعجني ويقلق لي نومي، شو ممكن تعمل؟ بتطلع بتقوصه او بتبدل بلش سبقني أو بدي اقوصه؟ بتقوصه عادي؟ يعني بقوصه انه اساسا ما في مجال حدا يزعجني انا وبالبيت، لان انا بيتي بالروف كلهم تحت. انا هن ممكن يزعج، انا بزعجهم، بس ما عندي مانع انه كل واحد بيزعجني. يا ريت بولاية تكساس مثلا مسموح واحد يحمل سلاحه. هلا انا مع انه انا هاوي سلاح، عندي مجموعه كبيره من السلاح. بتصيد؟ مش بس صيد، سلاح حربي. حلو. اللي بهمه مجهز حالك؟ ايه مجهز حالك يا خي. ما بتعرف عايشين بلبنان. اوعى تسمعوا وتعملوا بده. نيكست. من بعد التشويسز تنشوف شو رح تختار اليوم. اذا بدك تعمل ديو برنامج مهضوم لبيير شوماسيان، مين بتختار يكون معك بهذا البرنامج؟ عم بيقدم معك بين الين احمر، دولي الحلو، ورولا شاميه. رولا. رولا شاميه ليش؟ لانه الاقدم بالكوميديا ولا؟ يعني رولا بعرفها بالكوميدي وبحبها وبحب تمثيلها، وبظن انا وياها بيمشي الحال. بتعمل شيء حلو. ايه فكرت شيء؟ حكيتها؟ خبرتها شيء؟ في علاقه بتجمعكم تليفون؟ لا 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 ما في. نيكست. لو ما كنت بيير شوماسيان كنت رح كون رياض سلامه، ماجي فرح، ليلى عبد اللطيف. يعني اليوم اذا منك بيير شوماسيان اختار شخص بين الثلاثه تكون انت. خواجه رياض اكيد. في مصاري. في دولارات. نرجع على جورجيت. جورجيت ليش ما بيبعت دولار؟ بس رياض ليش ما بيبعت دولار؟ 100%. طيب بتحضر شيء توقعات؟ لا ما بامن فيهم. ولا ابراج؟ مره سالتها ماجي فرح، ماجي بعرفها منيح، كنا بالطياره، قلت لها ماجي بدي اسالك سؤال، انت الابراج هول مثلا تقولي هالسنه سنه برج الحوت، طيب يلي خلقان بأفريقيا بالمجاعة وكذا، وخلقين مثلا بأدار مثلي أنا، برجو برج الحوت، هيدا شو مصيره؟ قلت لي بيير حشت فلسف ما تبلش. أوكي. ما بآمن فيه. لا ليلى عبد اللطيف ولا ميشيل حايك ولا حدا. أنا بآمن بحالي خي. اليوم بنا التشالنج أو التحدي اللي رح نطلبه منك بس كتير هين، وخاصة أنه عيد الميلاد، تغني لنا بالأرمني أغنية ميلادية. أغنية ميلادية بتسمعنا هالصوت الحلو وصوتك حلو بيقولوا موهبة بيقولوا. هلا بتعرف انه عيد الميلاد مثلا بابا نوي عند الأرمن الأرثوذكس بيجي على راس السنة. مش على الميلاد. هن ما بيسموه بابا نويل مثلا، شو بيسموه؟ غارانت بابا. غارانت بابا، غارانت بابا، غران بير نويل يعني. ايه. طيب شو رح نسمع منك؟
غاغانت بابا غاغانت بابا سارير ومراينغوكا لايم باتسك تسير ترنير غاغانت بابا انتغنيرسكا ترالالالالا ترالالالالا ترال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 
نصيحة، بدك تعطي نصيحة لكل حدا من هالشخصيات اللي عم نشوفهم قدامنا. يا عيني. عادل كرم، هشام حداد، شرب الخليل. يعني حسب خبرتك فيك تكون كمشاهد عم تعطيهم رأيك أو يمكن كخبرة بيير شاماسيان، كل حدا نصيحة صغيرة للتحسين أو يمكن تلفت له النظر وناشي. وصراحة ما بعرف يعني قليل احضرهم، يمكن حاضر عادل كرم مره وهشام مره شرب الخليل اكيد بسمه وطن وعند البرامج مخرج وكاتب دوماكاتير وما بعرف شو. نصيحه للكل يعني لثلاثه طريق ما يتدخلوا بالسياسه، يعملوا كوميديا بعيد عن السياسه بعيد عن. بس بيير شاماسيان بيقطع سياسه اوقات على طريقته الخاصه، على طريقة أم جورجيت خاصة، يعني رسالة مبطنة مبطنة من وراء درع أم جورجيت يتقبلوها يبلعوها المسؤولين. نكست. اليوم رح نطلب أكيد من زميل الزغبي شمعتين، هول الشمعتين هني رح تكون في عندك أمنيتين مباشرة على الهواء تقولن تنشوف شو رح يكونوا الأمنيتين، أمنيتين من بيير شاماسيان. اوكي اول وحده حلوه راحت يا دعوان. ثانك يو. اول شمعه، اول شمعه امنيتي السلام للبنان والاستقرار للبنان والبحبوحه للبنان من هلا ل 65000 سنه. آمين يا رب. والشمعة الثانية الله يعطينا للجميع الصحة، لأن أكبر كنز الصحة. بوف. يا رب يعطيك الصحة وتضلك لامع بيير شاماسيان وتاخذ حقك أكثر بس وأكثر. بس كنت حابة هيك تعطينا شي كاركتر، أنا ما بعرف ليه مصرة على نهاية الوقت يعني تعطيني شي كاركتر. أم جورجيت اليوم شو الوضع بالبلد؟ لحظة بدي شو رأيك أنت تنهي الحلقة اليوم بطريقة كثير يعني كاركتر انت تعمل؟ لا لا هون مصر على ام جورجيت. اي لاف هير. لان حتى على التليفون قال لي جيب معك ثياب ام جورجيت. قلت له لا. انا يعني بدك انهي هيدا شو اسمه هلا هلا مع هلا. بدك اقول لك انه ان شاء الله مثل ما قلتي قبل شوي لبنان بيصير كثير كثير كويس، ولازم لبنان بيعمل عقوبات على امريكا وكندا ولكل العالم. ايه ليه؟ ايه يعني ممنوع نحن بصدر نحن مخوخ، بيطلع شاب من جامعه اختصاصي بيروح بختم امريكا وكندا واستراليا اوروبا، ليش؟ ممنوع شباب تبع لبنان بيطلع لبرا. كل سنه انت بخير، ميري كريسماس. بيير شاماسيان ثانك يو. حضرونا بكره 7:15 نكست.